ما هو الصوم الكبير؟ بالرغم من كثرة الأصوام في المسيحية، إلا أن الصوم الذي يسبق عيد قيامة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام هو الأهم على الإطلاق، طقسيا وكنسيا، حيث يدعى أيضا بالصوم الأربعيني، وهو الأطول زمنيا بحيث يبلغ 55 يوما غير متقطعة، إذ يمتنع فيه الصائم عن تناول الأطعمة ذات المنشأ الحيواني كاللحوم والبيض والألبان والأجبان، ليعمد إلى أكل الخضروات والفاكهة أو ما يعرف بالأكلات المطهوة بالزيت في مواقيت محددة يعرف بالقطع. وقد قامت الكنيسة بتقسيم أيام الصوم الكبير إلى أسابيع سبعة، وقد حددت لكل أسبوع اسما خاصا أو عنوانا يعرف فيه ويشير لخصوصيته مع التآلف والارتباط ببعضها، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين وينتهي مع نهاية يوم الأحد. وكون أيام أسابيع الصيام وحدة متكاملة، هدفها تقريب الصائم من التوبة التي يقبلها المخلص ومشاركته الفقير والمحتاج في طعامه المتقشف. الأسبوع الأول عنوانه الكنوز. الأسبوع الثاني عنوانه التجربة. الأسبوع الثالث عنوانه الابن الضال. الأسبوع الرابع عنوانه السامرية. الأسبوع الخامس عنوانه المخلع. الأسبوع السادس عنوانه التجديدات. الأسبوع السابع عنوانه الشعانين. ولأن فترة الصيام هي فترة مقدسة، هدفها النمو الروحي للفرد بعيدا عن الشعور الجسدي، فمن لا يستفيد من هذه الفترة في تعزيز إيمانه وروحه لن يستطيع الاستفادة من حياته في أيام ربما تكون بعيدة عن الروحانية أو قليلة كونه من أولى درجات الصيام. وقد ارتأت الكنيسة بأن الصيام فرض وواجب على المؤمن المسيحي من خلال معجزة شفاء ما لم يستطع تأديتها تلامذة السيد المسيح لرجل مسه الجن، ليقول لهم المسيح إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. عادة ما يختلف يوم بدء الصوم الكبير حسب السنة الميلادية، نظرا لأن الكنيسة تعتمد التقويم الجريجوري الذي يختلف فيه عدد أيام السنة، وعادة ما يوافق عيد قيامة السيد المسيح في أول أحد مباشرة بعد عيد الفصح في الديانة اليهودية، فيكون يوم الجمعة هو ذكرى موت السيد المسيح بعد صلبه، ويكون يوم الأحد هو يوم قيامته.